السلام عليكم ورحمة الله أخوات خواتات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سفيان الحوزي تي في. مبروك عيدكم بالمناسبة. فالإخوة في هذا الفيديو نبارطاجيو معكم بعض النصائح اللي كينصحوا بها الباحثين والناس ديال الاختصاص في عدم وقوع في الغش يعني أثناء الشراء أضحية الغش. ما تنساوش قبل البدء دعمونا باللايك والبارطاج، واللي مازال ما شاركش اشترك وكملوا الفيديو الى الاخير ان شاء الله. مرحبا بكم. قلنا الاخوان العنوان ديال هذه الحلقه كيفاش تشري خروف الاضحيه. السؤال يعني كيراود الكثير مع اقتراب عيد الاضحى، لا سيما ان يعني الطقس ديال عيد الاضحى يعني شعبي، يعني ما كيتقتصرش فقط على المتخصصين البيطريين يعني اللي عارفين كيفاش يشريو كيفاش يتجنبوا الغش. بعض شي وحدين اللي ما كي يعني ما تيخموش المستهلك وما تيخافوش الله، يعني يقدروا يديروا اي حاجه يعني كيعرفوا يتجنبوا الغش او يعرفوا الخروف الصالح الاضحيه ولا غير صالح يعني. ولكن الناس اغلب الناس يقبلون على الشراء لانفسهم، يعني اي واحد كيبغي يشري الراسو يعني بدون درايه او بدون علم كيبغوا يشريوا الراسو، يعني ما كيعرفش مثلا الصحه واش ديال الخروف واش جيده، واش واش هاد الذبيحه يعني مزيانه سواء كانت خروف او ماعز او يعني كرفه يعني ابقار. يعني بغينا نعرفوا اشنو من الحوايج اللي خاصنا نتجنبوا، الملحوظات التي يجب مراعاتها عند شراء تلك الذبائح، يعني سواء ماعز او خروف او كرفه او عجل، شنو الحوايج اللي خاصنا نراعيو. يعني الاخوان غنقولوا علاش بغينا نعرفوا مثلا هاد الحوايج، خروف راه غنشريه؟ لا، يعني ضروري خصك تعرف هاد الحوايج اللي غنقولوا قبل ما تشري الا كنتي يعني ماشي من الناس ديال الخبره. او علاش الخبراء او الاطباء البيطريين كيقولوا ان الاغنام اللي كتلقاها في الشوارع كتغدى على القمامه يعني عندها اضرار كثيره للغايه، يعني وكتؤدي لامراض خطيره مثل الفشل الكلوي وامراض الكبد وغير ذلك من الامراض، يعني تقدر الله يستر تؤدي الى الوفاه. لذلك لابد من شراء تلك الاغنام او الماعز او الابقار يعني بصفه عامه من اماكن مضمونه ومن اماكن تغذي تلك الاغنام بطريقه صحيحه، طريقه صحيحه لانها تنقل الامراض من الحيوان الى الانسان. يعني الا كان الخروف مريض راه غادي يقدر الله يستر يسبب في مشاكل. لذلك لابد ان يتم فحص الحيوان بطريقه سليمه قبل شرائه ومعرفه مصدره، وهذه بعض النصائح قبل الشراء. نبداو الاخوان النصيحه الاولى، يعني ما تشريش الخروف من الباعه المتجولين اللي كيدوروا مثلا بالخرفان. علاش؟ لانه يقدر يكون اول حاجه هذه بغض النظر الامراض، يقدر يكون الخروف مسروق، يقدر يكون يعني مريض بزاف ديال الحوايج. ومن الافضل انه يكون الشراء من الاماكن المعده لبيع الخرفان كالاسواق الاسبوعيه مثلا، مراكز البيع المعروفه. دابا راك تعرفوا مثلا في المدينه راه كيكونوا كراجات، كيكونوا مجازات اللي تيفتحوا سميتها تيديروا خصيصا الخروف عيد الاضحى، يعني كيكون اماكن معروفه ماشي غتشري من بائع متجول. او من الافضل هذه الافضلهم انك تشري من الفلاح مباشره، يعني تشري من الفلاح كتكون شوف مثلا الغنم شنو تتاكل شنو تيعطيها شنو هذه كتكون تعرفوا، هذه من الافضل انك تشري من عند الفلاح مباشره، يعني ما تشريش من عند البيع وشري، تشري من الفلاح مباشره وهذا هو الافضل. النصيحة الثانية، يعني عليك بفحص الخروف فحصا ظاهريا دقيقا للتأكد من عدم وجود قطع للأذن
يعني ما تكونش فيه الاذن مقطوعه، لان كما كتعرفوا عيد الاضحيه خاص يكون سليم، ما تكونش الودن مقطوعه، او الديل يعني التابع، او ان يكون اعور يعني ما يكونش يشوف، او يكون اعرج يعني يكون اعرج من احد الرجلين او ما شابه ذلك. يعني ما خصوش عيد الاضحيه كما كتعرفوا الاخوان ما خصوش يكون فيه شي عيب، مثلا يكون عراج، ماشي بالضروره يكون كبير ولا صغير، هذا ماشي شرط. فهمت؟ ان الانسان مثلا اللي ماشي في جهده راه يقدر يعير غير على خروف صغير، ولكن بالنسبه للعيب خصنا نقلبوا، مثلا نقلبوا نفحصوا الخروف مثلا ما عورش. بالنسبه اللي يقول لي الاخوان مثلا اللي ما عارفينش كيفاش نعرفوا واش ما ولا لا، نحاول نحرك يدي قدام عينه ونشوف واش غير رمش ولا لا، فانا ندير نبغي نضربه ونشوف واش غير رمش ولا لا، الا رمش صافي راه تيشوف. فهمت؟ ماشي بالضروره كاين اللي كيكون فاتح عيني وما كيكونش كيكون عمى، يعني الا رمش راه كنعرفوا راه تيشوف. يعني نقلب انه ما يكونش عوار او يكون عراج او ما شابه ذلك، او يكون فيه شي جرح في الجسم ديالو، او طفيليات بالفروه. ثالثا تنتقي خروف، تختار خروف نشيط الحركه، يعني ماشي خامل مطأطئ الراس، فحنا نقولوا فحال اللي كيبان مريض، خصو يكون نشيط يعني كيتحرك او الراقد. يعني ويلاحظ اثناء حركه الخروف ان قوائمه سالمه، يعني كتعرف ان الرجلين ديالو حتى من الحركه ديالو كتكتشف ان الرجلين ديالو راه يعني ما فيهم حتى شي عيب، ولا يوجد عرج ظاهر، يعني ما عرج ما والو. النصيحه الرابعه، انتبه واش كاين شي افرازات ظاهره من الانف او الفم ديالو. علاش؟ لان كيدل على انه مريض. لبالي مثلا خارج ليه شي ماء من الانف ديالو او من الفم ديالو، فهذا كيدل على انه مريض، لهذا خصني نقلب هاد جوج الاماكن. النصيحه الخامسه، نفحص الصوف، نقلب الصوف ديالو بحيث انه يكون ناعم للملمس، وخاصو يكون نظيف ومتماسك، يعني ما يمكنش نزع الصوف بسهوله، وان يغطي البدن بالكامل. هذا بالنسبه الغير السردي، مثلا فحال هذا النوع اللي كتشوفوا في هاد. اما دابا ديك الانواع السرديه اللي كتكون دايره راه كيكون الصوفه طالعه، اللي كتكون غير من الفوق ديالو. ايضا لا يوجد، خصو ما يكونش فيه بثور او قروح جلديه، يعني مثلا فحال نقولوا السردي راه فيه غير الصوفه غير من الفوق، ولكن تلقى الجلد ديالو فيه قروح، هذه المسائل خصني ننتبه لها. النصيحه السادسه، وهي ايضا مهمه لكشف المرض ولكشف الغش، انك تضغط باليد ديالك على جانبي البطن ديالو، يعني من هذه الجهه ومن هذه الجهه، لمعرفه امتلاء الكرش من عدمه، يعني تعرف واش الكرش عامره ولا لا. لان الامتلاء الطبيعي راه عادي، ولكن الامتلاء الغير طبيعي راه كيدل على انه سببه الملح، اللي هو نوع من الغش، انه كيديروا ليه ملي كيبغيو يجيبوا للسوق كيديروا ليه الملح والماء باش انه كيبان الخروف يعني راه سمين وهذا، في حين انه مكلينو غير الملح والماء باش تبان الكرش ديالو. لهذا خاصنا نفحصو باليدين ديالي بجوج باش نعرف واش امتلاء طبيعي ولا غير طبيعي. النصيحة السابعة والأخيرة في هذا الفيديو هي الأسنان، نفحص أسنان الخروف للتأكد من سنه، ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة، يعني كما كنقولوا الثني هو الأفضل. وهذا الموضوع ديال الأسنان الإخوان غادي نديروا ليه فيديو خاص إن شاء الله في القريب العاجل، يعني قبل العيد طبعا، باش نتكلموا يعني بشكل تفصيلي على هذه المسألة ديال الأسنان، ويكون فيها توضيح أكثر، ونبين لكم حتى الأسنان بشكل أفضل. إخوان هذا ما كان إن شاء الله في الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش دعمنا بلي لايك والبارتاج، والناس اللي مازال ما مشتركينش يشتركوا، ونراكم إن شاء الله في فيديو مقبل اللي نحاول نتكلموا فيه على الأعمار ديال الخروف والأفضل فيها، نتكلموا فيها بالتفصيل، ونحاولوا نديروا داك الشيء تطبيقي، يعني نوريكم السنان ديال هادي مزيان، ونحاولوا نبحثوا على معلومات أكثر، ونوافيكم إن شاء الله بكل جديد. وتحياتي لكم جميعا، وشكرا مجددا على 17 ألف مشترك، إن شاء الله
20,000 في القريب العاجل إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.